أكادير المطوق بأزمة نتائج لازمته كظله. الشوط الأول كادت دقائقه الأولى تبتسم للفريق الفوسفاتي لولا العارضة التي وقفت حائلا دون افتتاح العسكري لحصة التسجيل. الدقيقة 36 لم تحمل هي الأخرى الجديد للخريبكيين بعد أن أخطأت كرة نافع الإطار الأكاديري. الضيوف لم يشكلوا خطورة تذكر على مرمى أحمد محمدين وهو ما حكم على الشوط الأول بالبياض. النصف الثاني من عمر المواجهة لم تهب خلاله رياح التغيير حتى كان السبق من نصيب الحسنية بواسطة عبد المنعم الحجاوي في حدود الدقيقة 69. محاولة الزوار لم تقف عند هذا الحد بل ناورت لإدراك هدف التعزيز لكن دون طائل. استمر الحال كذلك إلى غاية الوقت بدل الضائع حتى من الخريبكيون النفس بأمان الخروج بأقل الخسائر، لكن إهدار محسن عبد المؤمن لضربة الجزاء حكم على الأولمبيك بفقدان النقاط الثلاث والوفاء لنتائجه المتذبذبة حتى إشعار آخر.